عزيزي ديفيد، انت فين؟ هلو روبير، اشتقنا لك ديفيد. اشتقت لايه بالظبط؟ كنت فين المدة دي كلها؟ في مصر بيقولوا الدنيا مشاغل. سمعت ان في بيزنس كويس. ايه اخبار ادون شحال؟ سمعت ان قوله عايز يرجع معاك الشركة. على فكرة انا عاوزك تفوت عليا بكرة في المكتب. خير؟ لا ابدا، اصلي افتكرتك وانا في باريس، فجبت معايا هدية باريسية متواضعة للمدام انك تقدمها لها باسمي. ما ينفعش ديفيد، ما ينفعش، لازم انت اللي تقدمها لها بنفسك، الاصول بتقول كده. معلش روبير، انا اصلي اليومين دول شغول جدا. في بيزنس كويس؟ يعني مش قوي، بس يعني شغلي يغطي السيزون، بس مش هو ده اللي شاغلني دلوقتي. اذا كنت محتاج اي حاجه انا تحت امرك. تعرف اجنس عربيات كويس؟ عايز عربيه؟ زهقت قوي من التاكسي. انت تعرف ان ابن اختي عنده اجنس عربيات ولا لا؟ هايل. يا ترى بقى غالي زي خاله؟ عايزها بالتقسيط؟ ليه بالتقسيط؟ يبقى خلاص هخليه يعدي عليك في المكتب. ايه اخبار عزيزنا شحال؟ سيبك منه اليومين دول. ايه اختلفتوا سوا ولا ايه؟ لا ابدا، هنختلف ليه؟ بس اصل الشغل في المينا عليه شويه قيود اليومين دول. ليه؟ في شحنات عسكرية بتتفرغ كل يوم بالليل على رصيف 4 و5. ايوه، وانت عارف بقى ان الحالات زي دي بيبقى فيها. انت بتصدق الاشاعات برضو روبير؟ اشاعات ايه؟ انا شفت كل حاجة بنفسي. اصل حكاية الوحدة بين مصر وسوريا علاوة على اللي بيحصل في الجزائر خلت الفرنساويين يفتحوا ابواب المخازن كلها. انا شفت بنفسي عربيات مصفحة، صناديق ذخيرة، مدافع. انا مش عاوزك تستعجل، وثق تماما إن نظرتك ليهم دلوقتي وبعد كل اللي اتعلمته ده هتختلف. هنا من فضلك. معلش روبي، أنا كان نفسي أقعد معاك أكتر من كده، بس أنت عارف أنا مرتبط بمواعيد شغل، وبعدين أنا كنت في أوروبا غايب بقالي مدة. هنا أدون سامحون. حساب أدون حصرون عندي وخلي الباقي عشانك. شكرا أدون سامحون، شكرا لك. شكرا إليه. مرحبا أدون سامحون في أي وقت. قلت ايه روبير؟ اي وقت اي وقت. انا عايزك في بيزنس، والسبت لسه بدري عليه قوي. ايه رايك تحب افوت عليك في المكتب اخد قهوه معاك؟ بس انا الشيفت بتاعي بالليل. ماله يا اخي، نبقى على راحتنا ومحدش يقلقنا ولا يقاطعنا. اي وقت اي وقت. اوكي، شالوم. شالوم. انا سمعت من الشله امبارح انه مضى عقد في ايطاليا ب10 افواج.